اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في اولى حلقات برنامجكم الرمضاني فطور مع مشهور ضيف الحلقه اعلامي متميز لنا من امريكا تعرفوا بتصريحاته الناريه لديما ديما كتحطو في مواقف محرجه مع مجموعه من الناس الا قلت لكم نيدة وديما نيدة. اما الا قلت لكم كتصور كل شيء من غير الحوري اللي مخلص كل شيء بلاتك عرفتوني ضيف هذه الحلقه هو الاعلامي سيمو بالباسير سيمو مرحبا بك شكرا ومرحبا بكم في على طاوله الافطار الفطور واعد هذوك كنتسناو كان... غير الاذان تاذن رمضان هي تنوض تنبقاو نقلبوا على الماكله سيرتو تنوض الصباح دائما خصني اتاي وخصني الماء تنبقى بحال الحمق تندور تنبقى ما نبقاش يجي الاذان كتسنى الاذان وبما جا الاذان درت له شويه سيمون بغيت نسولك لك شنو تبدل سيمون من رمضان اللي فات لهذا رمضان ايوا عرفتي تنزيدو كل ما زاد الوقت قالك زيد المزيد دقيق تنظن ان هذا العام درت بزاف الحوايج ورجعت ندير واحد الكرونيك جديده على المغاربه ديال المريكان دونك الحمد لله كان عام درت فيه بزاف ديال الحوايج ونتجت فيه بزاف ديال الحوايج وان شاء الله نتمنى هذا العام الجاي حتى هو يكون محسن ومحسن وعام سبعان كلاسات ومشاكل ايوا الكلاشات ضروري ما غنقولش مشاكل ولكن كلاشات ما غنقولش الكلاشات غنقول ان الحقيقه والناس ما تيبغوش الحقيقه وراك عارف الله يهديهم في هاد الشهر هذا يحيدوا شويه من ديك النفاق ديالهم ديك شويه ديك الفنانات تمشيو شويه يديروا شويه ديال الدرور وشويه يصليوا ويديروا شويه العباده وينساو الكباريهات وينساو ال... نساو ديك هادوك الكحول ديك الشيء اللي تيشربوا هذا راه عام شهر ديال العباده والصلاه وهما عاوتاني تيقلبوا تيبداو يلبسوا تيردوا شويه ديك الشيء الكلاشات حلال كلاشات حلال كلاشات حلال. <تصحيح <تصحيح> كلاشات حلال تيمشيو لديك الفطورات اللي تيتجمعوا عاوتاني والنفاق سلم عليا نسلم عليك بوسيني نبوسك نعطيك اللور هذيك تتعطي للاخرى اللي عندها شي جلابه داله تتجبدها تتجبدها كاين يعني حتى رمضان ما كيختلش من الكلاشات حتى رمضان ما تيقيلوش انا تنعقل على واحد مش عارف كنت ندير صحافه مكتوبه كنت نمشي لي زوتيل نكتب على الفطورات تنشوف شي وحده تتجي تتاكل تتجي آه بعدا من تدخل في الاول بلا ماكياج وتتماكي ما تتقاش عارفها سيمون بغينا نرجع معاك للطفوله ديالك واش حقا على اول نهار صام فيه سيمون وعرفتي ديك ديال السام ديال العائله اللي كانت تقول خيطوا لنا النهار خيطتي النهارات واخا انت تعيط ضروري ضروري نخيطوا النهارات ما كان عندي ديك لو شارم ديالو باسكو رمضان انا تيعجبني انا كنت ندخل كل عام قبل يومين قبل رمضان باسكو جاب وهذا آه لومبيونس حتى لومبيونس اللي عندنا في المغرب ما كانت حتى تف... في الدوله اول نهار صمت يا سيمون شنو وقع؟ اول نهار بيان سور خيطت خيطت انا عمتي كانت قالت لي اليوم غتصوم حتى 12 وغدا غتعاود هادي انا بقيت بكي قلت لها لا راه بغيت نصوم النهار كامل قالت لي لا انت راه باقي صغير داكشي خصك تخيط وداكشي و سيتي هما تيديروا حيله تيديروها الناس الكبار اللي لينا ولكنني حيله تمشات معايا ودرتها مي اوفيسيلمون فاش رجعت تنصوم كنت انا بلغت مع الطل كنت يمكن شي 15 عام 15 عام صمتي آه. كليتي داك النهار ولا ما كليتيش ولا صبرتي لا لا صافي دي بديت نصوم انا من جل نجي للخدمه ولا شي حاجه ولا الصيام ولا شي حاجه تنرجع لها صيام صيام سيمو على ديك الصيام دابا انت كبرتي بزاف الناس كيقولوا سيمو ما كيصومش هو الناس يقولوا شيء الناس تقول لهم حتى تكونوا شادين الساروت ديال جهنم والجنه وقولوا هذا تيصوم هذا ما تيصومش الناس تتقلد هو دار رمد.. هذا شهر الغفران الناس ما خصهاش تقلد وكونتخيغ انا جا الدور رمضان وتن انا بعدا اصلا تنوض نعاس تنوض 12 في رمضان تنوض حتى الجوج دونك تيبقى لي بعد السوايع لا تندوش لا تنخدم شويه لا تنوجد تنمشي للفطورات والحمد لله عندي الفنادق كلها تيعرضوا عليا المطاعم دونك ما عندي حتى هذا حاجه انت ما كتفطرش في الدار الاغلب يزن زعما فطورك اغلب يزن فطر برا علاش؟ أه حيت يلا يلا مع صحابي وداك الشيء مازال نتشافوش وهذا تندير التور ديال رمضان تنبقى ندور رمضان دار لدار رمضان كيطلع لك فافور انت ماشي فافور انا ما تدخلش في الدخامين دونك ملي نمشي عند الناس تدي معايا شي حاجه واخا شي مو كنسمعوا المؤذن كيأذن نفرقوا صيامنا ونرجعوا نكملوا الحديث <applause> ايوا سي بعد ما عتقنا نروح شويه نكملوا الاسئله ديالنا سي كيف داير مع الكوزينه كتدخل الكوزينه ولا أه شوف انا واخا وخم... الت... ما تعجبني تعجبني ناكل انا ولكن ما تعجبنيش نطيب ولكن تنشوف شنو تيتوجد والحمد لله على البيرسونيل في المغرب اللي عندنا هذا تندخل توجور نشوف شنو كاين وانا عندي واحد الشهوات باينين تعجبني الطاجين آه الخلي تعجبني الطاجين ديال الدجاج تنحاول ايفيت اللحم باسكو ما تعجبنيش اللحم بزاف سيمو كتعرف رمضان كيكثروا فيه السيوات وضروري من ولات الدار امتى غنفرحوا بالسيمو يا ما شاء الله تلقى لي وحده مزيانه ومكتة وديك الساعه غنعرض عليك ايوا خلاص هاد السيمون عارف الوالد المغاربه كاملين بغاو يعرفوك وفيه جدال كتير الوالد كيف نقدروا نفرحوا بك مني غيكتب كلشي بالمكتب باقي ما كتبش مازال مالي ما عليك مالي غادي نكتب نعرض عليك, عليك. عليك. كلشي شيء مع المكتب قال تيكون عندك الموت عندك الزواج عندك كلشي تيكون مكتوب في مكتب ما كتبش الله مازال ما كتبش نالي غير راه غنعرض شوف تي في انا غادي ندير انا تي تي ولد بحيت ديرنيامون في المغرب بداو يديروا قال لك لي تيجيبوا داكشي سبونسوريزي سميتهم اسبوع تيديروا سبوع تي سبونسوريزي تيجيبوا السابع الدور في الميدا والولد تيجر المراه قالت له مالك قال لها طلعيني عند ماما الدري تيجري ويعدي <applause> اسبوع كل شيء بسبونسورين ان شاء الله في المغرب يمكن غادي يكون تا اسطوري هنا ندير شي شنو المواصفات ديال الزوجه ديال سيمو بالباسير آه تكون ماشي منافقه ما عنديش مع النفاق مع الحز الكابا تكون نيشان نيشان غارس غارس ما تبارك الله بالسحن. عليك وخاصني نرجع ونكمل معاك واش كتبع البرمجه الرمضانيه لهذه السنه خويا انا ما تنتفرجش للاسف القنوات ديالنا باسكو الحمد لله الحمد لله الله يخلف على درب غلف كاين الاي بي تي في ب 600 درهم من العام في جميع القنوات العالميه دونك انا كوم جو انغلوفون تيجي نتفرج داكشي اللي بلوك ولكن علاش تنتفرج باسكو عندي واحد البرامج تنتفرج لها في امريكان وفي الانجليزي داكشي باقي متبعهم حيت من النهار اللي عقلت على ملي كنت صغير وملي كنت نفطر مع والدينا آه الكوارث العالميه اللي باقا باقا تدوز التلفزيون شي آه شيلها ان شاء الله شي واحد فيهم غيموت مباشره لان باقي تما تيشرفوا ويديروا كيجيوك <applause> نفس الوجوه نفس الوجوه نفس والضحك ديالهم تنعقل على راسي انا ملي كنا تنتفرج في التلفزه المغربيه ديك الضحك الباسل وديك الوسخ حشومة كاع داكشي الشيء يدوز في الناس كاع في, في الطبلة أه وتأبويزا وخصهم يجيبوا وجوه جديدة يجيبوا جيل جديد لي طالع هاد لي زيموغيس لي طالعين كنا دائما هما كل عام تيدوزوا المونوبول من بعد ملي رجعت انا في الصحافة وداك الشيء بديت نعرف كومون سا سباس هذاك صاحب هذاك هذا صاحب هذه تيدوزوا المارشيات اللي بوت دو بخوت بيناتهم قال لك دي كرونيكوز كاريمون تيعرضوا اليوم تتلقى شي شي كمامر تي دوزو قال لك سي دي البروديكتور سي باسكو ملي تجي, تجي تجيب له الكارو ليكيب ناقص عليه الكارو وحده تدير لهم تدير لهم تدي لا فان تورناج تدير لهم وليمه دونك ناقص عليه غيقلق منك هذا الشيء غيقلق منك الناس اللي مسؤولين على الانتاج <applause> <applause> ايوا الناس الانتاج راه عارفين راسهم الشعب دابا الجمهور ما عارفش حنا هادشي راه عارفينه دونك كاين واحد لان الا ميز... سولتي منتج واحد قلتي له شنو هي المعايير باش خديتي فلانه وفرتلانه ما عندوش حتى جواب مقنع باش يقولوا لك فهمتي تلقى ديك البنت تدوز ماشي تشوف ديك الادوار وتيدوزو وتيتحابوا مراه وما تيضحكوا ما باسلين يجيبوا لك سميتو دونك اللهم تنخطر عويناتي وتنتفرج في الزوار ولاد شي يقول لهم ولاد كريس اللهم النصارى واليهود ولا ديالنا دي واخا سيمون بقاو في البرمجه الرمضانيه ونرجع معاك للكاميرا الخفيه واحد الفرجه اللي المغاربه كاملين كيتسناوها شنو رايك في الكاميرا الخفيه هالسنه الكاميرا الخفية أنا كل أنا أول ما عرضوا عليا درت الكاميرا عرفت هذا العام أنت عندك كاميرا خفية داروني في الكاميرا خفية وبصح ما ما خلصني حد هذا كان عيط هذيك ماشي براكة؟ عيط لي طارق البخاري ومشيت معاه في الطوموبيل وكان تيهضر مع مراته تعصب وقلت له كالمي وداز في واحد الطوموبيل ونادى كان لاكشن بعدا <applause> كانت لاكشن <الـ تصفيق> وما كان ما كان ما قالوليش لا كاميرا كاشلة حتى حاجة كنت زعما فغيمون

مي معروف ان الكاميرا كاش ناس تيخلصوا باش باش يخلصوا باش يديروا فيكيوا باسكو في الميريكان داكشي ولا حتى الدول العربيه دابا داكشي تقدم واخا الا قارنا ما بين ديال الدول العربيه وامريكا وما بين الكاميرا الخفيه ديال المغرب وديال المغرب انا سمعت مؤخرا ان شي وحدات ما معروفاتش وعندهم كونيكسيون مع المخرج داكشي خلصوهم باش يدوزوا باش يدوزوا في البرايم وشوفوا هما اللي باش يتخلعوا مخلصين هما باش يخل... باش يديروا راسهم تخلعوا وديك الشيء عرفتي ديك الطبقه دي ديك البكرات اللي نشوفوا كل عام اللي ما تيديروش دونك تيخلصوا المخرج باش يدوز هما ويديروا راسهم زعما الكاميرا كشي باش يدوزوا باسكو هذيك الوقت اللي تدوز ديال الفطور كل شيء تيتفرج فيه هذاك تسمى برايم تايم هذوك هذا اللي تيديروا الاعلانات تيخلصوا بلاد الفلوس ديك ديك باش يدوزوا في ذاك الوقت دونك لا حراك هادو هاد الممثلات ديالنا باسكو الا سولتي على اي وحده غدت... عندها دور واحد في العام ولا جوج 5000 درهم في, في الدور أه... شي عند بس با انجلينا جولي تاخذ 4 مليون دولار و4 مليون دولار و5 مليون دولار جوليا روبرت المغربيات معروفات دونك خصهم يبينوا يخليو ديك هذا باش هو هي دارت ودازت في رمضان دازت في الكاميرا كاشي باش حتى الناس الا جات لشي بلاصه ما يقولكش من اين لك ديك الطوموبيل من اين لك ديك الدار في غاندي وفي الاحياء تريونغلو دور فهمتيني الناس دابا تبارك الله عاقوا والشباب المغربي بدا يعرف وبدا يعيق أه دونك فاقوا فهمتي ماشي بحال شحال دي كان آه الناس ما تعرفوش شنو هذه دابا تسالي سالي تعرفوا لي تروك تعرفوا, تعرفوا، هاد الممثلات المغربيه شحال تيديروا من دور في العام

سيمون بغيت نشتغل الفرصه ونسولك علاش انت كتبغي ديما تمشي في السيل ديال الكلاشات. هو ماشي الكلاشات راك عارف دابا في عالم الفن خصك تقول الحقيقه الناس هنا أه الحقيقه تقدر تكون جارحه بعض الاوقات كتخرج بحقيقه اللي ما تقدر تدور في ماشي ماشي جارحه دونك انت فنانه ولا فنان انت راك تخرج بواحد العمل الناس من حقهم ينتقدوه. ولكني انا الا كنت نقول لك انت دير الكلاش داكشي لان عندي واحد ل... القوه اعلاميه سينو كلا كان شحال من واحد تيدير الفيديوهات ويعير وسبت حتى ما تيدافع فيه ماشي تعمل لي كلاشيتي راك راه مش... راه لا ماشي تيبان تيحل عيني الناس النهار اللي قلت شي حوايج على فلانه وفرتلانه بانت الحقيقه دونك كلا كنت انا ما تنقولش الحقيقه ما غنقولش قبلتك دابا ما يكونوش الكاميرات تيجيو عندي دونك لان تنقول الحقيقه والناس باغيين يسمعوا الحقيقه لان من لو الكذوب ولو صخ ولا ميديوكريتي تو سكي لا باسيس ديك الشيء الضعيف وديك الشيء ما بقاوش الناس باغيينه واخا بقاو في الكلاسات غير قبل من رمضان فتره قصيره خرجتي واحد التصريح اللي خلق مشكل كبير في الوسط الفني نعدتي الفنانين المغاربه بالحشرات والخزعبلات الكلام اللي قاصح أه وللاسف كانت لا سواري ديور الناس تقاتلوا لان انا هدرت على واحد الناس كانت الحرب العالميه الثالثه نادت وتهزات على كل شيء باغي لي لي فرونسي جاو قالوا كاين الصف الاول والصف الثاني في دايره داير جاي كل شيء جابوا من برا جابوا جابو البلوغوز من, روسيا من الامريكان من اوكرانيا جابوا من العالم كامل ارضوا على ناس جاوا جات الباترون ديال فوغ جابوا الناس عندها قيمه المغاربه بغاو يدخلوا ديك ليفينمون جابوا مش كانوش المغاربه كان واحد القليل اللي كانوا معروضين من الاغلبيه ما كانوش دونك انا قلت لهم فينكم هذيك الخزابيلات بحيث حنا ملي نشوفوا دابا هاد السواريات ودابا بداو يديروها ها السبوع سبونسوريزي ها ها الانيفيرسير سبونسوريزي ها الماغياج سبونسوريزي آه هو تيبقى مع البنت 10 سنين 20 عام عاد تيقول لك تنوضوا ويديروا داك الشيء ولكن في لا سواري ديور ما كانش هاد الشيء كنبقاو عرفوا على من عرضوا. انا ما فهمتش هذوك بدل كانوا تيتقاتلوا ويدابزوا ديك مجموعه البقرات لانه ما تيقول لك على راسهم مانكان آه لي مانكان اللي جابوا دايره حل العود ديال هادوك اللي تيشربوا قرعه ديال الماء وتفاحه في النهار هادو ديالنا دايرين بحال حنا تبارك الله العرب تيبغيو الغلظ مي ما يمكنوش يدوزو تما ثانيا آه نمشي واش عندكم تينا ديور وحده جايه لابسه 150 مليون لابسه ديور من الفوق لتحت 150 مليون المونطو تيدير 10 مليون 20 مليون واش انت عندك ديور باش باش تحشي مع ديور دايوغ اللي وقع واحد الموقف طريف ان واحد القطه دازه ديال ديال الزنقه ماشي حتى شي قطه زوينه تخلاص بقات غاده مع لي مانكون تيصورها الكاميرا دخلها دير عليها ستوري ودار عليها ستوري دخلات قلت لهم هاد القطه دارت اكثر من النجوم ديالنا فين هما النجوم قلت لهم فين الخزعبيلات انا قلت الحقيقه اللي ما عجبوش حاله راه كان ما داروا في قصر البديع داروا واحد في واحد السهرج كبير قول لهم دابا راه ما كانش لا سواري ما كان لا سيكوريتي والو تومنا يدخلوا يشربوا الماء تيشبعوا انا النجوم اللي تنبغيهم تعجبوني انا غنمشي ندير لهم انترفيو وانا غندوزهم في دي كرونيك انترناسيونال والحمد لله الحمد لله انا فعاليه من هادو هادو الجماعه ديال الجويقيه وديك الشيء من غير بيان سور ندير استثناء لواحد النجوم اللي انا زاز عليا وحيدين نعرفوش، وحيد ما تنعرفهمش اما الاغلبيه ديالهم ما تنعرفهمش وما باغيش نعرفهم. سيمو كل كلشي كيقول بقيتي تابع مريم سعيد حتى خرجت من الأمبالي. شو شنو رايك في هذه القضيه هذه؟ اخويا انا ماشاتش السواد ديال وزاره الثقافه في السعوديه با دي أه تو ما تبعت حد ما درت انا سولوني على مريم سعيد وكندوزوني حتى عندكم قلت الحقيقه وقلت داكشي اللي تنعرف واللي عنده هي كان عندها ماضي اللي خرج آه ودار ضجه ودابا مع هذا الجيل اللي طالع وهذا الانترنت ودكشي وانا ما ما خرجتش حد او دايوغ هي كانت دارت واحد السيجوب جات لهنا وقالت لك هي درجه اولى وحنا في القاع دونك انا يم الصحافيين ديال القاع ما عنديش سلم باش نطلع عندها دونك ما عنديش ما عنديش حتى باش نطلع عندها باش نهبطها دونك كل واحد تيجبدوه في عائلو تيجبدوه هذا ديالو انا قلت اللي كاين هضرت على انا عمري اصلا ما جبت سميتها في لي ستوريز ديال ملي كنت نهضر كنت نهضر اون جينيرال الاعلاميات المغربيات في دبي وكاين اعلاميات محترمات اللي غزالات وواعرات ومريم سعيد كل شيء شاف التصاور ديالها هذوك التصاور بالنسبه شكاو الناس وهذوك اللي خرجوا عليها خرج عليها هي هي راسها فهمتي لان الشباب المغربي بقاو تيداولوا بقاو يهضروا بداو يديروا انا ما خرجت على حد ما درت على حد ما عنديش الصور ديال ام بي سي باش نمشي نحل وندخل ونخرج كلاشات راه تنقول لهم انا بلا ما نكتب السميه تنعطيهم تما تحت تكتب كتقول لهم اللي قلت بازل في, في ديور قلت لهم مبيد الحشرات يبغوا وريني هذوك اللي تيقيلوا يدوروا هنايا في الصواريات ويقولوا حنا وحنا علاش جاوا الكوره الجو عندكم وجمعوا لكم وطوا الله يعز الحكام جاوا في قلب مراكش وداروا ليفينمون وقالوا ما غيدخل هي شكون وشكون ما غيدخلوش الخزعبيلات فين كنتو يلا حلو ديك الساعه الفم انا مشيت ودرت كوم خدمت خدمتي كصحافي واتصلت بالناس الناس قلت لهم فين هاد, هاد النجوم ديالنا وهاد النجمات كان نجمات كبير النجوم ديالهم قال لك السيدي بقات سيمانه رمضان كانوا مشغولين تيصاوبوا الشباكيه يعني, يعني ما كانش نسالي كانوا تيصاوبوا الشباكيه في الكوزينه دونك ما يمكنهمش الشباكيه الاولى واش ما يجيو الحفله ديال دي اخر سي بقى معاك في النجوم واحد الظاهره اللي ولينا كنشوفوها فنانات اللي تزوجوا وطلقوا وعاودو تزوجوا باش ولاو يتباهاو على بعضياتهم شنو رايك في هذه القضيه؟ ايوا دابا عرفتي دابا الشهره مع هادشي اللي غوزي سوسيو كلشي تشهر وكلشي دار بقى جوج طلق رجعت اون مودا مي أه تبارك الله ولادو هذوك هذوك راك شرفوا اش باغيين يتجوزوا؟ خصها تجوزوا يستروا ريوسهم ماشي عادي يديروا مع دابا هادشي اللي جوجو جوجو جا سبونسوري جا جات لا نوفيل مود في المغرب كلشي سبونسوريزي دونك تطلق من الاخر صافي راه تصدى تجيب واحد جديد سورتو كو دابا طلع واحد الظاهره جديده ما بقاوش شي عاهرات انستغرام رجعوا عاهرين انستغرام كيفاش هذه القضيه بلاتي بلاتي عاهرين انستغرام كنت كتقول كاين الانستغرام عنده بنات اللي كيمشيو وكيسافروا شنو دخل الولاد في القضيه؟ دابا كانوا عاهرات انستغرام تمشي للمالديف عندها الحولي اللي تتصور كل شيء من غير الحولي اللي تيخلص كل شيء دابا رجعوا العاهرين حتى هما كاينين لان خصنا نكونوا نصفوا اذا هضرنا على العاهرات نهضر نهضروا على الاولاد على العاهرين تا دابا الولاد كاين بزاف دابا ديال هاد الشباب اللي ما خدامش ولكن عنده قدرات جنسيه وقدرات جسمانيه مزيانه اللي هو تيستعملها باش يعيش دي جون دو 22 ان 22 23 خصو يبيع يبيع الجسد ديالو دونك عاهرين انستغرام تيمشيو مع هاد المهمات دابا المهمات بداو تا هما يمشيو لي جون دونك كلشي فرحان كلشي هادي كلشي مداير أه دونك حتى هما تيخرجوا فحال دابا دابا لا ريستورون ويحطوا بحال ديك العيرات انستغرام حتى هما تيصوروا كلشي من غير الشارفه اللي مخلصه كلشي الشارفه الراجل داير لها داير لها الدار داير لها الخدامه وديك الشيء ولكن خص لي يسعدها سعاده واحده اخرى السعاده خصها تكمل ماشي بقاتي في في هذه دونك هذه ظاهره جديده ديال المهمه دابا تتهضر على وخصوصا حنا في المغرب عندنا يعني مشكل لان يعني ابارامون الاحصاءات الاخيره كانت خمسه البنات لواحد الولد واحد نص فيهم باغي يمشي لبعد للخارج عمر رجعوا زيرو في زيرو النص الاخر باغي المهمة يعني يصرفوا عليهم واش باغي يدي وحده وحده يدي القهوه يبدا عندها 22 عام باقا يتيدو بقا يصرف عليها والله ما تجي وحده عندها 44 تتكون يلاه طلقات يلاه دارت جمعات فليسات عندها شيء مسائل خصها هي اللي يسعدها جنسيا اللهم تجيب هذاك الهائر انستغرام كلشي فرحان كلشي هادي كلشي هذا دونك هاد الظاهره رجعات ودابا رجعنا تنشوفوا حتى الفنانات يتزوجوا بهذوك الصغار منهم سي طريقه واحده اخرى ديال هاد انستغرام ولكن طريقه ليغال ولكن مو هذا شنو دخلو بجواز الفنانات ايوا دابا الاغلب الفنانات حتى هما بداو يديروا فهاد المطرات بقات تجيب هادو اللي تيبغيو المهمات وتبقى تبدل الشكل تدير داكشي قانوني وتجيب واحد صغر منها كلشي تيبغي اللحم يكون طري وفتيتي وباقي صغير لافيون اللي تنقول لافيون فريش دونك تتجيبو باش تجوج به ودير داكشي ليغال مي الخبر راك في راسك راك عارف الفنانات عشاقات ملالات شي مشكل قلت الخلاف ديالك مع الفنانه سعيده صرف خويا سعيد الشرف انا كتبت على واحد الفنانه هي اللي دارت الخلاف انا ما عندي خلاف انا جابوا لي الخبر بان واحد الفنانه مغربيه تزوجات واحد السيد اللي هو خدام في لاكيس في الميريكان في نيويورك وكتبت واحد شراجل و انا واحد القصه قلت زعما الا تزوجتي فنانه تزوجات شي راجل وهذه الفنانه قالت بانه رجل اعمال جات لنا وقالت لهم رجل اعمال انا المغاربه هما اللي عيطوا لي اللي قالوا لي هذا الخبر كتبت عندي زعما لهم ماشي حشومه الراجل بحال تنقولوا حنا المغاربه الراجل ما تيتعابش الراجل خدام في لاكيس وتجوجتي به زعما الله يسهل عليك ما عندكش تقول لي رجل اعمال رجل اعمال ما غاديش يتجوج بعدا فنانه فنانه راك عارف فيهم اش يديروا <applause> الاغلبيه ديال رجال الاعمال تيتجوجوا في الفنانه عارفينهم اش يديروا يشريها هو كاع كامله آه وتيجيبوهم تيجيبوهم تيتجوجوا بهم كل ليله الا اللي بغاو <applause> مي آه هي نادت دارت 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 آه تصريح وقالت اشكون بغى يكون هذا انا غنواجبه ومنين انا لا شيء اش انت نايضه ديري البوز ديري تواجبي في الصحافه خلي جيت انا واجبت في واحد السطوري وحده اخرى وكتبت اول حاجه بعدا خصك تذكر سميتك عاد نوضي تواجبي وناضو عجبوني بعدا فيها الجمهور بقاو تيطاكيو تيقولوا اللي فيه الفز تيقفز انت شكون هضر معاك وشكون جبد لك سميتك انا نقول واش انت بوحدك اللي مجوجه مغربي في الميريكان 10000 واحد داز دار تصريح واحد اخر قالت لك اه انا واش انا طالع على ورق ميريكان ودابا ان شاء الله دابا نشوفوا واك كلشي تيتحط في البابليك ريكورد تاعي ايتلو في الميريكان تيتحط داكشي اونلاين احنا غنشوف واش غطلب الجرين كارد ولا لا وديك الساعه نفكر انا الجمهور كي تقول سعيده تعرف اليوم نقول لها اول نصيحه باسكو انا يلا كنت كنت في هادو ديال الطلبه قبل من رمضان كنت قبل رمضان كنت درت ندوه مع الشباب اللي باغيين يرجعوا صحفيين ومات واحد من الجمهور قال لي بان هي قرات الصحافه قلت له الا ما, فهمت حتى حاجه دونك الا قرات دونك ما كانتش مزيانه في القرايه دونك حيت كان اللي تعطيه الدبلوم شرفي قلت له انا اول حاجه خصها تقرا في الصحافه انا حتى تسمع سميتك عاد واجب ولا كنت بعدا النجوم الواعرين الفري داكشي باش نعيط لهم انا هنا خزابيلات انا, أنا تك مثال ملي تهضر على شي نجمه معروف امريكان ما عندهاش الوقت عندها خاصها عندها طياره عندها اشهار عندها شي حاجه غادي ديرها عندها لي ماناجر جالسين تما هادو مقابلين ما عندهم ما يدار تيتعاطاو حاضيه واحد هضر عليك بعدا اولا تيقول سميتك عاد نوضي واجبي ثانيا ثانيا الا كنتي نجمه بصح ومشغوله وواعره راه ما عندكش الوقت تقيت واجبي عباد الله واش انت جالسه ما عندك ما يدار دونك ولكن النيفو دونك الا يطلب خزعبيلات يستاهلوا خزعبيلات حيت باينين ما عندهم ما يدار وتبدا تتعاطى بحال الخزعبيلات لان النجوم الواعرين الكلاس ما تيهبطوش يديروا كلاشات عندهم ما عندهمش الوقت عندهم الطيارات عندهم لي برايفت جات عندهم لي عندهم اليوم دات هنا ودات هنا ايوا اللي سميتو اللي دايرين الرزوز واللي دايرين لي تخ راه قايلوا يدوروا من من دار لدار بحال ديك الطرومبيه الله يصاوب لهم مساك الله يصاوب لهم سيمون بقى معك في التصريحات القويه اللي ديما كتخلق الجدل اخر تصريح ليك خلق مشكل كبير وخلالها هكا دخل شنو وقع؟ السيدي انا حتى واحد النهار فاجئوني الهاكا قال لك الهاكا دارت دعيره ماديه بيناليتي للقفص الاتهام اللي كنت انا دزت فيه بانني قلت قلت مقولات عندها ايحاءات جنسيه جيت انا بعد دازت اربع شهور قلت لهم هاد الناس هادو خصهم يديروا خدمتهم ويلا كانوا غيديروا شي حاجه يديروا هذيك الساعه يسمعوا ماشي بقاو جالسين اربع شهور ينعسوا ويشبعوا نعاس عاد يفيقوا أه شنو قلتي انت بالضبط؟ أه قالوا انا قلت بان علاش تجيب بقرا وعلاش تجيب بقرا السؤال آه ديالو انت غادي تزوج مقوله امريكيه أه جيت انا قلت لهم أه ما تنظنش ان زعما انا, أنا المغاربه عطالين عليا انا باش ندير ايحاءات جنسيه اوغ الاي بي تي في تتباع ب 600 درهم في ضرب غلف لا غلا على مسكين في جميع القنوات وفي الادولت وان ادولت القنوات الخليعه كلها وهذاك هضرت على هذاك المسلسل ديال سميتو سامحيني ولا سامحوني ولا ما عشان شنو سيدو زاد 8 سنين ولا 9 سنين فيه الراجل تيبغي واحد المراه دونك هي مجوجه صيفطها هي قتلوها قتلوا لها راجلها بها هذيك قلت لهم شنو هي هذيك ايحاءات واش تحريضيه ولا ايحاءات شنو هذيك خصهم يلقاو لها شي حل باسكو هذيك سي سي بلو غراف جد خطيره للمجتمع وحده تتقول لها خدامه ما تتقول لها سحري المراه باش تمرض باش انت تجوجي الراجل قلت لهم هذوك خصهم يديروا يديروا بعد خدمتهم ويشبدوا هذيك الايحاءات يشرحوا لنا باسكو الإحاءات الجنسيه كلمه كبيره الا إيه مشاو ولد بغلفت ما يشوفوش شنو واقع وكل شيء وتبارك الله قلت بان المغاربه زعما ما الافلام المواقع الجنسيه وخصوصا في رمضان كل شيء تيدخل لها رمضان 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 وكيكون كيكون رمضان وتدخلوا باللي المواقع الاباحيه في العالم العربي كله تتحقق نسبة دايوغ كاين قنوات اباحيه في الميريكان وفي اوروبا تيطلقوها فابور تتكون مشفره تيطلقوها باسكو الناس يعرفون مع التشان باغيين يتفرجوا دونك قلت لهم ومت... رمضان كيكون شهر ديال التوبه ديال القران قراءه القران شنو علاقته مثلا بالافلام الاباحيه او مشاهده هذه القنوات هذو وا ماشي في المغرب راه العالم كله العالم العربي كامل تيتفرجوا معروف هذا كان بزاف ديال زارتيك خرجوا على ان الناس تيتفرجوا بالليل في المواقع الاباحيه باسكو شو تيسخنوا مع هادشي عندنا الكرافس وعندنا لافوكا وهادشي تبارك الله تيسخنوا والمغاربه ديجا دو في سونس دونك في رمضان تيزيد يجهلوا كاين شي وحده ماشي كل شيء سي ما عرفت بلي غادي تدول الايام اللي بقات لك فرمدان في رمضان في الميريكان كيفاش دايرت الايام في الميريكان وفي المغرب؟ انا اول عام دوزته هو العام اللي داز وداز مزيان آه ودابا نعرف بان حيدو ساعة دونك غادي تكون تسعود سواد الفرق دونك انا مثلا مع 12 تما تكون ديجا تسعود دونك ديجا صحابي تيعاودوا لي كيفاش داز النهار ديالهم وديك الشيء راك عارف من بعد ما تيفطروا الدراما تاع دي الفرق ديال ديال التوقيت كيخليك آه تت... الدراما ولا واتساب وهذا قال وهذا فعل وهذا ترك وهذا ما عرفتش عليا وهذا لوطيل ما عرفتوش عليا وهذه غندير لها ونفعل لها ونترك لها وهذه وسميتو واللي غيمشي يصلي غيمشي واللي غيدير آه هذا كل واحد الشيء ديال كل واحد التريب دو ديالو دونك في امريكا تنوض تنخدم خدمتي وتنمشيو لواحد نتاع سميتو طاجين ديال واحد المغربي وتنتلاقى صحابي تما المغاربه وتنفطر كاملين تما آه وتيدو الزويون هو هي الحاجه الوحيده اللي ملي تخرج تكون عندك الخدمه الناس تيشربوا ولا تمشي واحد أن انتوغناج كاينش هذاك آه الاجواء تكون انا مثلا انا ما مثل تدخنش ولكن الناس تدخن دونك تيكميو قدامك آه وسميتو تيعطوك واحد دابا كتشربوا الماء ولا شي يقول لك دو درينك سامثين واش باغي تشرب شي حاجه باش تقول له هذا هذا كل مشكل باش تشوف كلشي تياكل تيشرب هذا هو المشكل ماشي بحال هنايا مي مي سينو تيدوز النهار مزيان ما كاينش لا دراما لا والو خاصك قلت لك كتصلي تما كتمشي للجامع شو الطاقه واش العباده ديالك كاين الجامع ولكن مازال مشيلوش انا الله يرضي بينا ما تنصليش آه مي آه كاين جامع و تيمشيو المغاربه في العيد وداك الشيء دايوغ شحال من واحد صحابي تيرجعوا يصلي في رمضان وعاوتاني تاني يقطعوا من رمضان هما وجه انا قلت لك جهه رابحه تيلعبوا تصلي تلعب اللي كيشوفها مثلا انه كيبغي يتقرب الله في هذيك الفتره والله تكون انها بادره انه يبدا الصلاه ويبدا تقرب الله حتى من مور رمضان غير هي كتكون فرصه الناس كيبغيو يستغلو هذيك الوقيته انهم يتقربوا الله اكثر آه ايه وكاين الله الله يصاوب لهم اللي حس انا تنعقل عليهم مين تيدوزو عاوتاني ثلاث ايام من رمضان ارا برا كباريهات ارالك لك لي سكاي بار ارى لك والله يصاوب لهم اش نقول لك <applause> انا <applause> ما تنحمش نكون منافق دونك تنصلي تنصلي تنصوم تنصوم تنقول حاجه تنديرها مثلا هذه هادي بيان سور حتى واحد ما تيلعب معاه والاغلبيه زعما المغاربه كلشي تيصوم لا بلوبار ديال الناس باسكو حتى ملي تكون هنا في المغرب تتمشي العائلات كلشي كلشي صايم تشوف بارك الله عليك سي مومات خيت البيك فطورنا وصل نهايته شنو الكلمه اللي تبغي تقول للجمهور اللي تبع معنا هذا الفطور الشيق واللي تبعانك كلاصات ايوا الجمهور بدا بيا هذا انا الاول دونك باقي لكم شهار ديال النجوم الغزلان ديالنا اللي غيبانوا معاكم آه مع احترام زيد لشي وحدين ورمضان كريم والله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامه و... وان شاء الله يكون رمضان المغفره وشويه العباده والواحد يتقى الله ويراجع راسه و... والله يديك الفنانين ديالنا شويه يديروا يشوروا شويه ويرجعوا شويه ل... لي برانسيب يعني. وهذا وهذوك العاهرات والعاهره ديال الانستغرام نقصوا شويه هذا راه رمضان لا مالديف لا حولي لا شارفه لا حاجه نقصوا شويه شويه تبارك الله عليك اذا مثل هنا الكرام حتى لهنايا ما بقى لي غير نقول لكم حلقتنا وصلت نهايتها نتلاقاو ان شاء الله مع ضيف جديد تبقاو على خير <applause>